تتابعونا في نشرتنا بعد فاصل قصير. مسرور برزان يضع الحجر الأساس لمحطة طاقة شمسية جديدة في أربيل، وأسايش السليمانية تضبط 120 كيلوغراما من المخدرات، وإقليم كردستان يصل إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج لحوم الدجاج ويصدر الفائض إلى أسواق وسط وجنوبي العراق. حاملا سلاحه ويتجول وسط جنوده في الخرطوم، البرهان يظهر بتسجيل جديد. وقيس سعيد يقول أن تونس بلد التسامح بين الأديان كلها. والجيش الأوكراني يعلن تحقيق مكاسب جديدة على الأرض في القتال العنيف الدائر حول مدينة باخموت بشرقي البلاد.